واحد من أهم المدربين في تاريخ إنجلترا، والذي ساهم بخبراته في قيادة العديد من الأندية لنجاحات استثنائية. ستيف بروس صاحب المسيرة المميزة والذي أبهر الجميع بقيادته لفريق بيرمنغهام سيتي للدوري الممتاز عن طريق التصفيات الإقصائية بعد 5 أشهر فقط من توليه المسؤولية. وعاد بروس لينقذ ويغان من الهبوط في 2007، ثم قاد ساندرلاند للمركز 13 بالدوري الإنجليزي في الموسم التالي، كما ساهم في صعود هال سيتي إلى البريمير ليج ليصبح متخصصا في النجاح بأقل الإمكانيات. وكان لستيف بروس فترة مميزة مع أستون فيلا، إذ قاد الفريق لتحقيق 46 انتصارا من أصل 102، وسجل فريقه 137 هدفا. وفي يوليو 2019 تولى المهمة الفنية لفريق نيوكاسل، وقاد الفريق في 97 مباراة محققا 29 انتصارا. وكانت تجربته الأخيرة في ويست بروميتش، وانتهت في 10 أكتوبر عام 2022، ليعلن بعد اعتزاله التدريب بعد رحلة مميزة كانت شاهدة على نجاحات وطفرات استثنائية في أصعب الظروف وبأقل الإمكانيات. وارتبط المدرب الإنجليزي المميز بعدد من اللاعبين المصريين، حيث تدرب نجمنا المصري أحمد المحمدي معه في هال سيتي، وقدم معه مستوى رائعا للدرجة التي جعلت ستيف بروس يحارب للتعاقد مع المحمدي عندما تولى تدريب نيوكاسل. كما تدرب عمرو زكي نجم منتخبنا الوطني السابق معه خلال تواجده مع ويغان الإنجليزي. وبين نجاحات ستيف بروس الاستثنائية وذكرياته مع اللاعبين المصريين، يكشف المدرب الإنجليزي المميز في حواره مع رقم 10 العديد من الأسرار والكواليس. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. معايا دلوقتي عبر زوم واحد من اهم اللاعبين اللي جم في تاريخ انجلترا، واحد من اهم المدربين اللي دربوا في الدوري الانجليزي. انت بتتكلم على مدافع رائع جدا، كانوا بيسموه الثور الهائج، لاعب حماسي جدا، روح عاليه جدا، قائد لمانشستر يونايتد في بداية عصر ذهبي كبير ورائع جدا مع المدرب الكبير الرائع السير أليكس فيرغسون. لعب وعمل إنجازات وخد بطولات مع مانشستر يونايتد، بعدها اعتزل واتجه للتدريب ودرب فرق كبيرة ومهمة في إنجلترا زي أستون فيلا، زي نيوكاسل، زي ويغان، زي هال سيتي، فرق عديدة ومهمة في الدوري الإنجليزي. مدرب نعرفه احنا هنا في مصر كويس جدا، ممكن تقول عليه مدرب المصريين في انجلترا، درب احمد المحمدي وعمرو زكي وجده واحمد فتحي، درب معظم اللاعبين المصريين اللي راحوا احترفوا في انجلترا مع فرق مختلفه سواء مع ويجن بقى وهال سيتي واستون فيلا.